الو ايه مايا؟ لك اذا بعدك بعيدي خلينا ناجل الموعد لانه انا مضطر امشي هلا. ايه طيب اوكي باي. بعتذر اني جيت بلا موعد بس ما راح اخرك كثير. شو عم تعمل؟ خمس دقائق بس. بعتذر ما معي ولا سين. سو جهاد معقول يجي عندك حدا يخدمك خدمة حياتك بتعامله بهالطريقة؟ مش بحاجة لخدماتك. لا مبلا بحاجة لإلها. من وين بتحب نبلش؟ من لامار ولا اياد؟ كنت عم صلي شوفك. وانا كمان كنت عم بدعي من ولدي. انت واحد كذاب بلا اخلاق. بلا اخلاق يمكن بس كذاب اكيد لا. من وين جبت هالحكي؟ مش مهم من وين جبت الحكي، المهم انك عرفته. شو اللي باكد لي انك مش عم تكذب؟ سو جهاد ما لي مصلحه كذب عليك لانه اصلا ما بعمل شيء ما لي مصلحه فيه. اسمعني منيح، أنا ما عم بخبرك لأني بحبك أو عم بعمل هذا الشيء لمصلحتك. أنا عم بخبرك هذا الشيء لأنك غلطت بحقي. أنا حبيتها لرنا بصدق، كنت رح تشوفني شخص تاني معه غير هذا الشخص اللي عم تعرف عليه هلا. اطلع لبرا. رح اطلع لبرا بس عبالي اقول لك ليك الدنيا شو صغيره. مثل ما انت زوجت حبيبتي لحدا تاني، الله انتقم منك وزوجك لحبيبة نفس هيدا الشخص. طلع لبرا! والله يا عماد وهيدا نهار سعدك. مش معقول الدنيا شو صغيرة. كلها المصاري